السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حي الله أحباب القلب الرائعين المبدعين العلماء طلاب الصف السادس في شرح ومراجعة امتحان الشهر الأول لمادة الرياضيات. طبعا الشرح راح يكون في الوحدة الأولى وهي وحدة المقادير الجبرية والمعادلات، ومثل ما بتعرفوا الوحدة سهلة خفيفة لطيفة، ففرصة أن نجيب علامة كاملة بالشهر الأول. همتكم عالية ومستعدين؟ يلا مع بعض نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي، يعني اختيار من متعدد، يعني ضع دائرة. فرع واحد، الصيغة الأسية الصحيحة التي تعبر عن المقدار، هذا هو المقدار يا جماعة، سالب إي ضرب سالب إي ضرب سالب إي ثلاث مرات، بعدين ضرب إف ضرب إف. بسأل حالي سؤالين. السؤال الأول، السالب إي كم مرة مضروبة في حالها؟ بتحكي لي أستاذي واحد اثنين ثلاث، بدهاش اثنين يحكوا فيها يا أستاذ. يعني سالب إي بعدين بفتح قوس بحكي أس ثلاثة، ليش؟ لأنه مضروبة في حالها ثلاث مرات. طيب بعدين بحط ضرب إف، مضروبة في حالها كم مرة؟ والله مرتين يا أستاذي، بحط إف أس 2. إذا بيطلع الجواب سالب إي أس 3 ضرب إف أس 2. بس ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، إنه إذا نسيت الأقواس هون احتمال يطلع جوابك خطأ، وخاصة إذا كان الأس طبعا زوجي. فلا، أنا دائما 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 بس كون عندي سالب دائما ضروري إني أحط الأقواس. إذا كان عندي سالب ضروري إني أحط الأقواس، هاي عشانها موجبة مثلا ما حطيت لها أقواس. وصلت؟ طيب فخلينا نشوف أي جواب. إي أس 3 ضرب إف غلط، إي أس 3 ضرب إف تربيع غلط، سالب إي أس 3 أها جميل ضرب إف غلط، سالب إي أس 3 ضرب إف أس 2 هيا. إذا الجواب دال. نشوف اللي بعديها، قيمة سالب 3 أس 3 تساوي، شو معنى سالب 3 أس 3؟ كثير طلاب فكروا الجواب 9 أو سالب 9، طبعا غلط. ليش غلط؟ لأنه معنى سالب 3 أس 3 معناها سالب 3 مضروبة في حالها ثلاث مرات، يعني سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3. طيب بهيك حالة بحسب أول تنتين أول شيء، بعدين بنتقل للي بعديها. سالب ضرب سالب موجب يا أستاذي، هي موجب، 3 ضرب 3 9، يعني 9، هدول التنتين هيعطوني 9. طيب هلا بدي أنزل الأخيرة، ضرب سالب 3، 9 ضرب سالب 3 بتحكي لي موجب ضرب سالب سالب، 9 ضرب 3 27، اذا الجواب سالب 27. فبدي ادور على الخيارات، بتلاقي انه مش فرع الف ولا فرع باء ولا حتى فرع جيم، هو الجواب برضه فرع دال. طيب هون بدي احكي لك ملاحظه صراحه مهمه وبتلزمك كثير، بس ركز معي. اذا كان عندي الاساس هذا اللي تحت بسميه اساس، اذا كان عندي الاساس سالب، الاساس شو ماله؟ سالب، والأس كان عدد فردي، هي الثلاث عدد فردي، الجواب راح يكون بالسالب، هي الجواب بالسالب. بينما لو كان الأساس سالب والأس زوجي راح يطلع الجواب بالموجب، وراح نرجع نعقب عليها بسؤال لاحق داخل الامتحان إن شاء الله. طيب السؤال رقم ثلاثة بحكي لي قيمة 17 أس 0 زائد 2 أس 0 تساوي، هذا السؤال سهل وخفيف ولطيف. في قاعدة في الرياضيات بتحكي لي أي عدد أس صفر بيعطيني الجواب واحد. طبعا ما عدا بصيرش إنه يكون عندي صفر أس صفر، هاي حاطينها كقاعدة إنه لا يجوز إنه صفر أس صفر. أوكي، 17 أس صفر يعني واحد، زائد 2 أس صفر كمان واحد، واحد زائد واحد يساوي 2. بالله عليك في أسهل من هيك سؤال؟ يعني سؤال خفيف كثير ولطيف وبتاخذ عليه علامات مباشرة. إذا الجواب 2. نشوف اللي بعديها، إذا كان هذا سؤال مرتب 10 أس إكس، ممكن ما يحط لك إكس، ممكن يحط لك مربع مثلا أو فراغ عادي ما بتفرق، يساوي هذا الرقم، خلينا نشوف هذا الرقم، واحد جنبه صفر صفرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني 10 أس إكس بيساوي مليون، أوكي، أو المليون بيساوي 10 أس إكس، فإن قيمة إكس تساوي، السؤال كأنه بيسألني كم صفر عندي بالمليون، بس 1 2 3 4 5 6 قيمة X راح تكون تساوي 6. طب كيف عرفت يا أستاذي؟ تعال ندردش. هلا 10 أس 2 معناها 10 ضرب 10 صح؟ وكم الجواب؟ 100. طيب 10 أس 3 معناها 10
ضرب 10 ضرب 10 وراح يطلع الجواب 1000. طيب ممكن نستنتج من هذول المثالين قاعدة؟ آه ممكن. إذا كان عندي 10 أس 2 هذا معناها أن الجواب هو 1 جنبه صفرين. إذا كان عندي 10 أس 3 أوكي هذا معناها أنه عندي 1 جنبه 3 صفار بالجواب. طيب إذا كان السؤال 10 أس 6 راح يكون الجواب 1 وجنبه 6 أصفار صح؟ هي 3 أصفار 4 5 6. طيب هذا هو سؤال. شوف 1 جنبه 6 أصفار و1 2 3 4 5 6 فراح يكون 10 أس 6. إذا قيمة X تساوي 6 سهل. اللي بعده قيمة جذر التربيعي لل 225 تساوي، يعني ايش الرقم اللي بضربه في حاله مرتين بيعطيني 225؟ فعليا المفروض انك تكون حافظ 15 لانه 15 ضرب 15 بيعطيني 225، اوكي؟ كلمة الجذر التربيعي كأنه بسألك ايش العدد اللي بضربه في حاله مرتين بيعطيني العدد اللي تحت الجذر؟ يعني هون ايش العدد اللي بضربه في حاله مرتين بيعطيني 225؟ 15. طب لو كانت الأرقام كبيرة يا أستاذي، أنا هذا بعتبره رقم كبير مش حافظه، المفروض أنك تحفظه أسهل لك صراحة، بس مش حافظه. راح نتعلم في سؤال لاحق الطريقة اللي بتخليني أحلل ما داخل الجذر لو كان كبير وبقدر أعرف الجواب، فراح نتعلمها بعد قليل إن شاء الله. طيب لكن باب التسهيل يكون أسهل عليك ضروري تحفظ الجذور التربيعية المشهورة والجذور التكعيبية المشهورة، طبعا أنا حطيت لكم إياها في الشرح. قيمة جذر اقرأ الرقم 9 جنبها 0 0 3 4 يعني فعليا 90000. طب جذر 90000 أستاذي صعبة، هعلمك طريقة كثير سهلة. شوف جذر 9 لحاله كم؟ 3. إذا الجواب لازم يكون فيه 3، هذا ما بدي هذا ما بدي، الجواب يا ألف يا باء. طيب هلا بالجذر التربيعي دائما من بين كل صفرين باخذ صفر، يعني أنا هون عندي صفرين باخذ منهم صفر، نزل لي منهم صفر هي صفر، هاي الجذر 9 3 صح؟ ومن بين هدول الصفرين نزل لي صفر، إذا راح يطلع الجواب 300 والجواب فرع باء. حلو الفكرة، تاخذ جذر الرقم ومن بين كل صفرين بتنزل صفر واحد، هذا بالجذر التربيعي. طب الجذر التكعيبي بين كل 3 صفار بنزل صفر واحد. طيب another example أو كمان مثال، شوف قيمة جذر التكعيبي لسالب 125. مبدئيا عندي جذر تكعيبي تحته سالب لازم يطلع الجواب سالب، أعيد جذر تكعيبي تحته سالب لازم يطلع الجواب سالب، فهي ما بدي إياها هاي ما بدي إياها. يعني هسا بسأل حالي سؤال خلاص الجواب سالب، إيش العدد اللي بضربه في حاله مرتين بعطيني سالب 125؟ بضرب في حاله عفوا 3 مرات لأنه عندي جذر تكعيبي، هذا بضرب في حاله 3 مرات بعطيني سالب 125 أستاذي سالب 5. ليش؟ لأنه سالب 5 ضرب سالب 5 ضرب سالب 5 بتعطيني سالب 125. مش مصدق صح؟ تعال أفرجيك، سالب 5 ضرب سالب 5 موجب 25، أوكي هاي هدول خلصناهم، نزل لي هاي ضرب سالب 5 موجب ضرب سالب سالب 25 ضرب 5 يساوي 125. إذن الجواب هو سالب 5 وهو فرع أ، صراحة سهل سهل جدا. أوكي جميل، نشوف اللي بعده. قيمة بدي أشوف إذا فهمت الفكرة، قيمة الجذر التكعيبي ل 64000. باخذ أول شيء الرقم لحاله بعدين باخذ الأصفار. 64 جذرها التكعيبي، في كثير طلاب فكر الجواب 8، دير بالك أرجوك جذر التربيعي لل 64 8، تربيعي يعني عدد بضربه في حاله مرتين بيعطيني 64 هو 8. أما هون جذر تكعيبي، جذر تكعيبي يعني عدد بضربه في حاله 3 مرات بيعطيني 64، العدد هو 4. 4 ضرب 4 16، 16 ضرب 4 64، إذا الجواب هو 4. هون هاي ما بدي إياها وهاي ما بدي إياها، إما ألف إما جيم، هاي نزلت منها 4. طيب والثلاث أصفار يا جماعة بالجذر التكعيبي من بين كل ثلاث أصفار باخذ 0 1، دول ثلاث أصفار بيعطوني 0 1، إذا بيطلع الجواب 40. أعيد وأكرر، بالجذر التربيعي من بين كل صفرين باخذ 1، الجذر التكعيبي من بين كل ثلاث أصفار باخذ 1. أوكي اللي بعده قيمة 20 تقسيم افتح قوس 4 تربيع ناقص 14 سكر القوس زائد جذر 16 كم؟ هذا على درس الأولويات. شوف في البداية دائما أنا أولويتي للأقواس، أوكي دخلنا جوا الأقواس، عندي طرح وعندي أسس، لا والله للأسس الأولوية. تذكرك بالأولويات، يلا تعال أبشر. الأولويات هي الأقواس
بعدين الأسس، بعدين الضرب والقسمة، بعدين الجمع والطرح. وآخر ملاحظة اللي هي مهمة بدي أحكي لك إياها، إذا تساوت الأولويات نبدأ من اليسار. طيب إذا أنا هون عندي أقواس، ببلش بالأقواس. شو الأقواس؟ عندي 4 أس 2، ما تحكي لي 8 بالله عليك. 4 أس 2 16، يعني 4 ضرب 4، أوكي؟ هاي 16، هاي ناقص 14، لساتني جوا القوس، نزل الباقي زي ما هو. تقدر 16. طيب 14 ناقص 16 ناقص 14 فعليا 2 حيعطيني، صح؟ إذا هاي حتعطيني 2، هاي 2. وهون 20 تقسيم 2، خلص ما في داعي للأقواس، أوكي؟ هاي الأقواس بطل لها داعي. 20 تقسيم 2 زائد جذر 16. والله أولويتي هسا أخلي الجذر وأوجد قيمته، يعني جذر 16 4. هاي 4. وهون 20 تقسيم 2، هي 20 تقسيم 2. أنا معلش فصلت زيادة عن اللزوم، المفروض حتى نكون أسرع من هيك. 20 تقسيم 2 10، صح؟ هي 10 زائد 4 ويساوي 14. بس إذا فصلت بكون لمصلحتك أكثر صراحة، لأنه كثير طلاب إذا أسرع هيك شوي بتلاقيه لخبط وجاب العيد، فانتبه عليها. سهلة سهلة جدا. 20 هون تقسيم 2 10 زائد جذر 16 اللي هو 4. اوكي اللي بعده، العملية التي نبدأ فيها، هذا سؤال بس معتمد على الفهم. العملية التي نبدأ فيها في العبارة العددية، أي عملية بتكون أول؟ شوف عندي ضرب، عندي طرح، عندي جمع، عندي أسس، الأولوية لمين حتكون؟ هسا ما تعلمنا هون ما عندي أقواس، إذا هسا بروح على الأسس، فراح أبدأ بالأسس هون، ها؟ لأنه عندي أسس راح أبدأ بالأسس، إذا الجواب يجي. لهسا الوضع بيرفكت. سؤال 11، قيمة المقدار A زائد 4 B تقسيم C كم؟ علما انه A بتساوي 2، B بتساوي 5، و C بتساوي 4. طب هيك سؤال، انا بتعرف ليش بتخاف انك تخطأ؟ انت راح تعوض بدل A قيمة، هتطلع A راح تحط بدلها 2، ها هي بدي احط بدلها 2 زائد هي 4، وبدل بي راح تحط قيمتها 5. للطالب اللي بيعرف ليش حطيت الضرب يا جماعه، 4 بي معناها 4 ضرب بي، يعني 4 ضرب 5. المهم تقسيم، هي تقسيم، بدل سي بدي احط كم؟ بدل سي بدي احط 4، هي 4. طيب جميل. هلا الطالب ايش ممكن يغلط؟ يغلط بالاولويات، ينسى، فكر يحكي هذا السؤال مش على الاولويات، لا الاولويات معك طول حياتك، لازم تحسب على الاولويات، ما تروح تجمع لي، الاولويه هون بين الضرب والقسمه من اليسار بدي ابلش، اولويه للضرب. اذا هي 2 زائد 4 ضرب 5 20، بعدين تقسيم 4، هسا عندي جمع وقسمه، الاولويه للقسمه. 20 تقسيم 4 والله 5 يا استاذي، ونزل الباقي زي ما هو، 2 زائد 5 يساوي 7. إذا وين الجواب؟ 7، هي يدعي. أوكي جميل، شوف اللي بعده، ناتج تبسيط المقدار الجبري X زائد 9 زائد 3 يساوي. صراحة سؤال سهل، يعني بدوش شيء، راح أفرجيك كيف تحله على السريع بنظرة، بعدين أعلمك الطريقة. بنظرة بتجمع الأرقام مع بعض، هاي هال X حتنزل X، بتجمع 9 زائد 3 12، هتصير X زائد 12. الجواب راح يطلع X زائد 12، هذا هو الجواب. طب كيف الطريقة يا أستاذي؟ أخذنا مجموعة خصائص جبرية، هاي الخصائص هي الخاصية التبديلية، الخاصية التجميعية، وخاصية التوزيع. هنا مثلا بعمل الخاصية التجميعية. شو فكرة الخاصية التجميعية؟ فكرة الخاصية التجميعية بكل اختصار تغير أماكن الأقواس عشان تصير مناسبة لك. شوف كيف يعني، هي X زائد 9 وهي زائد 3، نزلت المسألة من غير أقواس، بعدين بدي احط الاقواس حسب ما انا بناسبني، ما بدي اياها على اكس زائد 9، بدي اياها على 9 زائد 3. طيب 9 زائد 3 12، وبنزل الباقي زي ما هو، هي اكس زائد 12 الجواب. وصلت؟ اما اذا سؤال ضع دائره على السريع، بجمع الارقام 9 زائد 3 12، اكس زائد 12 الجواب. طيب بعديها، ناتج تبسيط المقدار الجبري الاتي يساوي، برضه بنفس الطريقه بس انتبه على الاشارات. بحكي هاي اللي عندي العشرة، هاي العشرة ناقص 8، 10 ناقص 8 2، راح يكون عندي 2، والإكس موجب يعني زائد إكس، إما بتحكي 2 زائد إكس أو بتحكي إكس زائد 2، هي نفسها يا جماعة،
اوكي، فبدور على واحده منهم الخيارات، هاي مبدياها، هاي مبدياها، هاي مبدياها، هاي اكس زائد 2. وصلت؟ طب طريقه الحل يا استاذي، طريقه الحل اللي تعلمناها في الكتاب اني بدي استخدم الخصائص الجبريه، بدي امحي واحط الكتاب. ايش هي الخصائص الجبريه؟ الخصائص الجبريه بكل بساطه واختصار اني بدي اعمل اول شيء تبديل. ليش؟ عشان اخلي العشرة جنب الثمانية. كيف راح تصير؟ راح تصير هاي عشرة، بدل العشرة زائد اكس راح تصير اكس زائد عشرة ناقص ثمانية، بس عملت تبديل بين الرقمين. هلا التبديل بيأثرش على الناتج. طيب عملت عملية تبديلية خلصت. طيب هل بدي اعمل ايش؟ الخاصية التجميعية. الخاصية التجميعية اني اعيد ترتيب الاقواس، بدي الاقواس هون انا. ليش؟ حتى اطرح هذول 10 ناقص 8 2، ونزل باقي زي ما هو، هي اكس زائد 2. فاذا الجواب اكس زائد 2 زي ما فرجيتك مباشره. طيب السؤال اللي بعده، ناتج تبسيط المقدار الجبري 2 مضروب في قوس اكس زائد 3 كله ناقص 3. طيب هذا كيف بنحل؟ ببساطه عن طريق خاصيه بنسميها خاصيه التوزيع. بوزع جماعه الاثنين على القوس بحيث انه يصير الاثنين مضروبه بالقوس، يعني 2 ضرب اكس بحكي 2 اكس، اعيد 2 ضرب اكس 2 اكس، بعدين بحط الزائد 2 ضرب 3 والله 6 يساوي، او مش يساوي، بعدين بحكي لي ناقص 3 هي ناقص 3. ممتاز. 2 اكس زائد 6 ناقص 3. هلا 2 اكس تنزل في حالها يعني ما مصيبه، هي 2 اكس. طيب زائد 6، هي زائد 6 ناقص 3، يعني 6 ناقص 3، 6 ناقص 3 استاذي 3، يعني من الاخر 2 اكس زائد 3. اعيد، وزعت 2 ضرب اكس 2 اكس، 2 ضرب 3 6، بعدين نزلت ناقص 3، جيت هون 2 اكس هاي ما بقدر اصيبها، هسه موجب 6 وناقص 3 بتعطيني موجب 3، او 6 ناقص 3 3. واصله؟ اذا 2 اكس زائد 3، وين الجواب؟ وينه؟ 2 اكس زائد 3 فرع ج. سهل. اوكي اوكي اوكي، شوف اللي بعده. هلا بس اسئله معتمده على الفهم، بحكي لي ايش الخاصيه الجبريه اللي استخدمناها هون؟ بدي اشوف الخاصيه الجبريه المستعمله في المقدار 6 عندي قوس، اوكي، بعدين بصير هذا الناتج. فعليا لو تلاحظ انا كاني وزعت 6 ضرب اكس زائد 6 ضرب 1، هي 6 ضرب اكس زائد 6 ضرب 1. طيب هاي الخاصيه التبديليه ولا التجميعية ولا التوزيع ولا حاجة؟ أكيد خاصية التوزيع. ليش؟ لأني حكيت لك أنا وزعت وضربت، صح؟ إذا خاصية التوزيع. سؤال 16، الخاصية الجبرية المستعملة في المقدار، هذا المقدار 9 ضرب كي ضرب 3 صارت 9 ضرب الأقواس صارت كي ضرب 3. إيش اللي اختلف؟ اختلف الترتيب شيء؟ 9 كي 3 9 كي 3 ما اختلف الترتيب، اذا مش خاصيه تبديليه. خاصيه تبديليه بنعطيها اكس. طيب ايش اللي اختلف؟ ترتيب الاقواس، كان الاقواس عند 9 ضرب كي صارت عند كي ضرب 3، اختلف ترتيب الاقواس، اذا خاصيه تجميعيه. اذا بكل بساطه واختصار الخاصيه التبديليه هي بتغير الترتيب، يعني مثلا 9 زائد كي بصير كي زائد 9. وصلت؟ طيب الخاصيه التجميعيه هي اعاده ترتيب الاقواس حسب المناسب بالنسبه لي. اوكي نشوف اللي بعده، الخاصية الجبرية المستعملة في المقدار y زائد 4 صارت 4 زائد y، يعني بدلنا، صح؟ من الآخر الخاصية التبديلية. سهل. فرع 18، حل المعادلة x ناقص 3 يساوي 17. شو يعني حل المعادلة؟ يعني أوجد قيمة x، يعني بدي x تساوي. طيب كيف هي بتنحل؟ بحكي أستاذ أنا عندي x ناقص 3. هلأ أنت علمتني يا أستاذي أنا بدي أخلي x لحالها، اوكي، طب عشان اخلي اكس لحالها بدي اتخلص من الناقص 3، صح؟ كل استاذي صح 100 100. وشو عكس الناقص 3؟ زائد 3، فبعمل زائد 3. واذا عملت على اليسار زي المحترم بدي اروح اعمل على اليمين، فبعمل هي زائد 3. راح تصير اكس بتساوي 17 زائد 3، يعني اكس بتساوي 20. بالله عليك في اسهل من هيك؟ والله كثير سهل. هذا يعني سؤال يعتبر هديه. اذا الجواب هو فرع بقى اكس بتساوي 20. طب ناخذ كمان واحده. بيحكي لي 5x تساوي 25، شو معنى 5x؟ معناها 5 ضرب x، اوكي. يعني هون انا عندي فعليا اشارة ضرب. ممتاز، شو عكس الضرب؟ قسمة. أنا بدي أتخلص من الخمسة عشان تصير x لحالها.
اكس هيك مبسوطه لحالها، انا اكس اساوي كذا كذا كذا، وصلت؟ فبدي اكس لحالها، بدي اتخلص من الخمسه. الخمسه كيف بتخلص منها؟ بحكي هي مضروبه في الاكس، بعمل عكس ضرب قسمه، يعني راح اقسم تقسيم خمسه، راح اقسم تقسيم خمسه. الى اللقاء مع السلامه. بتصير اكس بتساوي 25 على 5. كم 25 على 5؟ 5. يعني اكس بتساوي 5. اذا هذا هو الجواب. بتعرفوا الطلاب هون شو بيغلطوا؟ بيغلطوا كالتالي. بحكي لك استاذ هاي موجب 5، بعمل ناقص 5 ناقص 5 وبشطب. بحكي لك اكس تساوي 20. لا اوعى بالله عليك، لا اكيد غلط. انا دائما بعمل عكس العمليه اللي عندي. العمليه اللي عندي ضرب، بعمل قسمه. اللي قبليها كان الطرح، عمل جمع. لو كان الجمع كان عملت طرح. اوكي، اذا كان الحد الاول في المتتالية، هذا على درس المتتاليات، انتم بتعرفوا ان الدرس كثير سهل. الحد الاول للمتتالية هو 18، فبكتب 18 بعدين بحط فاصله. بيحكي لي والقاعدة التي تربط كل حد بالذي يليه، يعني في قاعدة راح شغالين عليها، ايش هي؟ هي طرح 2، يعني كل مرة بدي اطرح 2. بيحكي لي فان الحد الخامس يساوي، بيهمنيش هسه، بدي اوجد بس كم حد هيك لحد ما اوصل عند الحد الخامس او الحد السادس بعدين بوقف. 18 بدي اطرح 2 يا جماعة، بدي يصير 16. اوكي، بدي اطرح 2 14، بدي اطرح 2 12، بدي اطرح 2 10، بدي اطرح 2 8 الى ما لا نهاية. اوكي، طب وين الحد الخامس؟ هي الحد الاول، هي الحد الثاني، هي الحد الثالث، هي الحد الرابع، هي الحد الخامس. اذا الحد الخامس هو 10، فبدور على الجواب د اللي هو 10. اذا الحد الخامس يساوي 10. كيف؟ اول شيء كتبت يا جماعه اول رقم معطيني اياه في المتتالي اللي هو 18، بعدين طبقت القاعده. بيحكي لي القاعده هي طرح 2 كل مره، فبلشت اطرح ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2، بعدين رجعت عديت الحدود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، الحد الخامس هو 10. صراحه كثير بسيط، لكن لازم ازيد عليكم العيار شوي صغيره صراحه، ليش؟ حتى تكونوا محترفين. اطلع كل، اذا كان الحد الاول في المتتالي يساوي 3، فبكتب 3 وبحط فاصل. والقاعده التي تربط كل حد بالذي يليه ايش هي؟ اهم شيء هاي القاعده، هي الضرب في 2 ثم اضافه العدد 1، يعني بدي اعمل خطوتين، اضرب 2 بعدين ازيد 1. طيب الثلاثة اضربها باثنين، هاي بدي اضرب باثنين بعدين بدي ازيد 1. اوكي، الثلاثة اضربها باثنين 6 زيد 1 7، السبعة نفس الاشي بدي اضربها باثنين، 7 ضرب 2 14 زائد 1 15. طيب نفس الاشي ال 15 اضربها باثنين 30 زائد 1 31. اللي بعده نفس الشيء، ال 31 اضربها ب 2 بتعطيني 62، صح؟ ضربتها ب 2 صارت 2، وضربتها ب 2 صارت 6، يعني 62. زيد لها 1 بتصير 63. خلص استوب، بتوقع انه بكفي. هو ايش بده؟ هو بده جد الحد الرابع. بحكي اوكي، هي الحد الاول، هي الحد الثاني، هي الحد الثالث، هاي الحد الرابع. اذا الحد الرابع بيطلع 31، اذا الجواب هو ب يساوي 31. السؤال صراحه بجنن ومرتب، ركزوا عليه. هيك خلصنا من فقره اضع دائره، هلا بننتقل لفقره الحل. صراحه فقره اضع دائره هي فعليا شملت اغلب الافكار اللي ممكن تيجي، لكن فقره الحل حتى نثبت ونتعلم كيف نحل. طيب السؤال هذا على الدرس الاول بيحكي لي اكتب كل مما ياتي بالصيغه القياسيه ثم اجد قيمته. بس يحكي لي جد بالصيغه القياسيه، يعني بدك تفرط السؤال. كيف بدي افرط السؤال؟ تعال افرجيك. 6 اس 2 شو معناها؟ هيك بتسال حالك، بفكر انا قاعد بصوت عالي معك، معناها 6 ضرب 6، صح؟ فلازم تكتب 6 ضرب 6. بعدين بحكي لي جد قيمتها معروفه، 6 ضرب 6 36. طب استاذي لو كتبت 36 مباشره صح؟ فعليا صح، بس راح تخسر من علامات السؤال. ليش؟ لانه بيحكي لي اكتب بالصيغه القياسيه، فهاي عليها علامات هاي، والجواب النهائي برضو عليه علامات. فبتحب تكتب جواب نهائي لحاله حتخسر علامات والباقي عندك. طيب تعال نشوف اللي بعديها. سالب 2 اس 4 معناها سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 اربع مرات، صح؟ فبدي اكتب هذا الشيء لانه عليه علامات. هي سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب، حلو، ضرب سالب 2، هاي عليها علامات، هني كتبتها وضمنت علامة أو علامتين حسب علامات السؤال. طيب
بعدين بيحكي لي جد قيمتها. طيب الأستاذ قبل شوي حكالي يا أستاذي إذا كان عندي أنا أساس فردي، عفوا الأساس سالب، والأس زوجي، مباشرة راح يطلع الجواب النهائي معي موجب. تعال أثبت لك إياها. شوف سالب 2 ضرب سالب 2 يا أستاذي، بتحكي لي سالب ضرب سالب موجب، و2 ضرب 2 4. أوكي أوكي، هنا خلصنا من أول تنتين، بدي أروح أنزل الباقي. طيب هلا 4 ضرب سالب 2 بتحكي لي موجب ضرب سالب سالب، 4 ضرب 2 8، إذا هي سالب 8، ونزل الباقي زي ما هو. طيب سالب ضرب سالب موجب، إذا موجب 8 ضرب 2 16، إذا راح يطلع الجواب 16 موجب. طيب ما هذا اللي أنا حكيت لك إياه، إذا كان عندي الأساس سالب والأس زوجي راح يطلع الجواب النهائي موجب، هي طلع موجب. وحكيت لك كمان إذا كان عندي الأساس سالب 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 أوكي، والأس فردي راح يطلع الجواب سالب، إذا الأس الفردي بالنهاية حيطلع الجواب سالب، أما لو كان الأس زوجي حيطلع بالنهاية الجواب موجب، بس بشرط طبعا الأساس يكون سالب. طيب خلينا نثبتها. شوف بحكي لي أول شيء اكتب بالصيغة القياسية، بقول له لعبتي الصغيرة، بدي أفرط السؤال. سالب 2 مضروبة في حالها 5 مرات، مش تروح تحكي لي سالب 2 ضرب 5، بالله عليك صحصح معي، سالب 2 ضرب 5 تطلع سالب 10، أنت هيك بتكون جبت العيد، يعطيك ألف عافية، دير بالك، ممنوع تضرب سالب 2 ضرب 5، لا، معناها سالب 2 مضروبة في حالها 5 مرات، سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2. طيب نشوف كم واحدة، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، أمورنا طيبة الحمد لله. أستاذي حسب قاعدتك الجواب النهائي راح يطلع سالب، الجواب النهائي راح يطلع سالب وبتحداك. هي سالب. واثنين مضروبة في حالها 5 مرات، يلا نحسبها، 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 2 16، 16 ضرب 2 32، إذا بيطلع الجواب سالب 32. وبرضه هاي من الأسس المهمة اللي حكيت لكم لو تحفظوها في الدورة، ليش؟ لأنه بصراحة بفيدوك كثير بالحل، بفيدوك كثير بالدوائر، بفيدوك بالتحقق، مفيدين جدا صراحة. لكن لو بدك نفصل بطريقة الحل، تعال فرديك سالب 2 ضرب سالب 2 موجب 4، هي 4، ونزل الباقي زي ما هو. طيب هلا باجي على اول تنتين، 4 ضرب سالب 2 والله يا استاذي سالب 8، ونزل الباقي زي ما هو. طيب سالب 8 ضرب سالب 2 سالب ضرب سالب موجب، و8 ضرب 2 16، هلا بتنزل الباقي زي ما هو، 16 ضرب سالب 2 بعطيني موجب ضرب سالب سالب، 16 ضرب 2 32، هي نفسه يعني تفضل. طيب امورنا طيبه، نشوف اللي بعديها. 100 اس 3، صراحه هاي كثير سهله، كثير كثير مش شوي، كثير. شوف 100 اس 3 معناها 100 ضرب 100 ضرب 100. هلا طالب بروح بحكي له استاذ يعني 300، 300 بعينك، شو ال 300 في الموضوع؟ ابدا مش 300، دير بالك. هاي معناها انه بدي اضرب 100 في حالها 3 مرات، طيب انا ما بعرف الارقام الكبير، اضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 1. طب والاصفار بنزلها، عندي صفرين، 4 اصفار، 6 اصفار، بنزل صفرين، هي صفرين، هي 4 اصفار، هي 6 اصفار. يعني راح يطلع الجواب مليون. الميني لو اضربها في حالها 3 مرات يطلع الجواب مليون، اوكي. برضه ضروري، هاي معناها الصيغة القياسية، أوكي؟ هاي الصيغة القياسية، عليها علامات إذا طلبها منك. طيب، هذا السؤال بجنن ومرتب، انتبه عليه. بدي أفرط الـ 3 أس 2، وبدي أفرط 2 أس 3، وبدي أفرط 10 أس 4، أول شيء. فنبلش بسم الله على بركة الله، نبدأ يعني سعادة جديدة. 3 أس 2 معناها 3 ضرب 3. مش تفكر معناها معناها 6، 3 اس 2 استاذ 6، لا مش 6 والله ما هي 6، 3 اس 2 معناها 3 ضرب 3 مش 3 ضرب 2، اوكي. انا بعيد وبكرر لانه بعرف الطلاب هاي الاخطاء اللي بيخطئوها، فاذا ركزت معي وانتبهت وكتبت ملاحظات انا بضمن لك ان شاء الله انك ما تخطا الاخطاء اللي بيخطئها باقي الطلاب. خلصنا من الاولى، هاي ضرب 2 اس 3 معناها 2 ضرب 2 ضرب 2،
اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. خلصنا من هاي. طب تعال على 10 أس 4، معناها 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10، هي 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10. حلوين حلوين. طب حبة حبة، 3 ضرب 3 9 أستاذي ضرب، خليني أخلص الأشياء المتشابهة. 2 ضرب 2 ضرب 2 8 ضرب، 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10. أعطيتك طريقة سهلة، قلت لك 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 1 أوكي، ونزل لي الأصفار 0 0 3 4، هي 0 0 3 4. طب فرضت السؤال والله 9 ضرب 8، إذا حافظت جدول الضرب أمورك طيبة، 72 ضرب 10000. طيب اضرب لي 72 ضرب 1 72، ونزل الأربع أصفار، الأصفار بتنزل زي ما هي ولا بتأثر عليك، إذا بيطلع الجواب هو 720000. أوكي، راح سؤال مرتب والله، مهم مهم جدا. طيب اللي بعديها 13 أس 1، هاي القاعدة عادي سهلة، أي عدد أس 1 بينزل العدد زي ما هو، 15 أس 1 15، مليون أس 1 مليون، 17 أس 1 17، سالب 90 أس 1 سالب 90، وهكذا. إذا 13 أس 1 13. أزيد لكم كمان واحدة بس من باب التذكير، لو حكيت لك هي 13 أس 0 كم بيطلع الجواب؟ أي عدد أس 0 بيطلع الجواب 1. جميل؟ حلوين. شوف اللي بعده. هذا السؤال اللي قلت لك بعد شوي راح أفهمك كيف تعمله. جد قيمة الجذور الآتية وحط لي جذرين، أنا بالنسبة لي جذرين نوعا ما كبار. جذر التكعيب إلى 216 المفروض انك احفظته يعني اثناء الدوره، هو حيطلع بالنهايه 6 لانه 6 ضرب 6 ضرب 6 اوكي. والجذر التربيعي لل 1024 هسه بدنا نشوف كم بده يطلع معي. تعال اعلمك الطريقه، طريقه الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي راح ابلش اعمل شيء اسمه القسمه المتكرره، القسمه المتكرره اوكي، بس اقسم القسمه المتكرره بين كل ثلاثه بيتكرروا باخذ واحده، بين كل ثلاثه بيتكرروا باخذ واحده، بينما الجذر التربيعي راح اعمل قسمه متكرره بس بين كل تنتين بيتكرروا باخذ واحده. اذا الجذر التكعيبي من كل ثلاث، الجذر التربيعي من كل اثنين. طيب هذا بركه الله، نبدا بدي اقسم اللي هو ال 216 اوكي، تقسيم ثلاث او عادي ممكن نحطها يسار ما بتفرق اوكي، بدي اقسمها على ثلاث، بدي اقسمها على ثلاث او على اثنين بتحبوا تقسم على ثلاث تقسم على اثنين، هي 216 بضبط اقسمها على اثنين بضبط اقسمها على ثلاث. شوف كيف بدي اعرف العدد بقسم على ثلاث ولا لا، عشان تعرف بيقسم على ثلاث بجمع منازل 2 زائد 1 3، 3 زائد 6 9، التسعه بتقسم على ثلاث اه، اذا هذا الرقم بيقسم على ثلاث. طب كيف بدي اعرف انه بيقسم على اثنين؟ بتطلع اذا منزله الاحاد زوجي فهو كمان بيقسم على اثنين، اذا حيقسم معي على اثنين وحيقسم معي على ثلاث، خليني نقسم على اثنين. طيب بدي اقسم، تحكي لي استاذي انا يعني بعرفش كثير بالارقام هاي، بقول لك طيب تعال ركز معي، اثنين تقسيم اثنين بيعطيني واحد اوكي. طيب اجينا واحد تقسيم اثنين بصيرش صح؟ بالضبط، فخذ فحط لي صفر ماشي. هلا اخذهم التنتين مع بعض، 16 تقسيم اثنين 8، اذا بيطلع الجواب 108. بدي اقسم ال 108 على 2، تحكي لي استاذي 1 تقسيم 2 بصيرش صفر، اوكي صفر يعني لها ما لهاش قيمه لانها حتكون على اليسار، خذ لي الثانيه 10 تقسيم 2 5، 8 تقسيم 2 4، اذا حيطلع 54. طيب تعال اقسم على 2، تحكي لي استاذي 5 تقسيم 2 2، الخمسه فيها كم 2؟ 2 بس، اذا 2 والباقي راح يكون كم؟ والباقي راح يكون 1. طيب الواحد بحطه هون بس حتى اميز، هلا صار كانه صار عندي 14، 14 تقسيم 2 7، بس خلينا نغير هاي لونها بلاش تفكرها انت مع الارقام سؤال اوكي، هاي على اساس الباقي 14 تقسيم 2 7، وصلنا عند 27 تقسم على 2 اكيد لا لانها عدد فردي، فراح اروح اقسمها على 3 تقسم على 3، هاي بيطلع الجواب 9، 9 تقسم على 3 اه بيطلع الجواب 3، 3 بتقسم على 3 اه بيطلع الجواب 1. ممتاز.
طيب شو معنى الحكي هذا؟ شايف الأرقام اللي على اليسار اللي طلعت معي؟ كم اثنين طلعت معي؟ واحدة، اثنتين، ثلاث. من بين كل ثلاث تكرارات خذ واحدة، ثلاث تكرارات خذ واحدة، يعني هاي حتعطيني اثنين. أوكي، وهدول الثلاث تكرارات حيعطوني واحدة، حيعطوني ثلاث. إذا راح يطلع الجواب 2 ضرب 3 ويساوي 6. راح يطلع الجواب يساوي 2 ضرب 3 يساوي 6. وصلت الفكرة؟ الفكرة عبارة عن قسمة متكررة كثير سهلة. بقسم على 2 أو على 3 أو على 5 أو على 7. طب أستاذي، طب ليش مثلا هون ما قسمت على 9؟ ليش قسمت على 3؟ الطالب مثلا هيك مش متذكر. تعال أذكرك، الأرقام اللي بنقسم عليها هي الأعداد الأولية فقط في القسمة المتكررة. المتكررة نقسم على الأعداد الأولية فقط. طب إيش هي الأعداد الأولية أستاذ؟ ذكرني فيها. الأعداد الأولية هي 2 3 5 7 11 13 17 19 إلى آخره. هم يعني بخلصوش الأعداد، بس هدول يعني أشهر أعداد ممكن نقسم عليهم. الكتاب حسب ما بتذكر يمكن أكبر رقم قسمنا عليه 13 كان أو 17. أوكي، هدول هم أهم الأعداد اللي بقسم عليهم، هي الأعداد الأولية، عشان هيك قسمت هنا على 2 وقسمت هنا على 3. طيب كون الجذر تكعيبي من بين كل ثلاث تكرارات باخذ واحدة، أخذت واحدة بين كل ثلاث تكرارات باخذ واحدة وبضربهم في بعض. طب الجذر التربيعي تماما بنفس الطريقة، بس الختام النهاية بين كل تنتين هاخذ واحدة. شوف 1024 مبدئيا عدد زوجي، أحد وزوجية، وبالتالي ممكن إنه يقسم كم؟ على 2. فبكتب 1024 بدي أقسم على 2. طيب معلش، 1 تقسيم 2 0، لو أحط الصفر هون ما لهاش قيمة. 10 تقسيم 2 5. طيب أمورنا طيبة، هي 5. طيب بعدين خلصنا من هاي، هلا بدي أجي على 2. 2 تقسيم 2 والله 1 يا أستاذي. طب 4 تقسيم 2 والله 2، إذا بيطلع الجواب 512. طيب جميل، اقسم كمان مرة على 2. شو حتصير معي؟ حتصير 512 تقسيم 2. طيب 5 تقسيم 2 هسا قبل شوي قاسمينها 2. طيب والباقي، والباقي 1، بدي أحط الباقي باللون ثاني. هيحط الباقي هون. أوكي، صار عندي 11 تقسيم 2 5 والباقي 1. ليش الباقي 1؟ لأنه ال 11 فيها كم 2؟ فيها 5 اثنينات، صح؟ أوكي، حيزيد معي باقي 1. هاي الباقي 1، صار عندي 12. 12 تقسيم 2 يا أستاذي فعلياً 6. هاي الطريقة بس تستخدمها، بس تكون الأرقام كبيرة عليك شوي، بس تصغر الأرقام خلص ما في داعي. طب 256 تقسم على 2؟ والله بتقسم يا أستاذ. صراحة بدك صراحة؟ أه بدي الصراحة. بتقسم، بقول لك ممتاز. طيب 2 تقسيم 2 1، 5 تقسيم 2 2 والباقي 1، صار عندي 16. 16 تقسيم 2 8، إذا 128. اقسم على 2، تعال 1 تقسيم 2 0، بتزبطش، خذ 12. 12 تقسيم 2 6، 8 تقسيم 2 4، إذا 64. بصراحة السؤال فرط. تقسيم 2 هاي بتعطيني كم؟ تعطيني 3، وهاي 4 تقسيم 2 2، 32. 32 تقسم على 2، آه والله أستاذي تعطيني 16. صراحة ما في داعي، السريع سهل. تقسيم 2 16 تقسيم 2 8، 8 تقسيم 2 4، 4 تقسيم 2 2، 2 تقسيم 2 1. بس يطلع عندي 1 بعمل ستوب اللعبة، بحكي خلاص ستوب ستوب، ما في داعي إنك تكمل. ستود طلعت هاي. أوكي طيب إذا بعمل ستوب. هلا برجع باخذ من بين كل تكرارين حبة، يعني هون عندي تكرارين بدي اخذ منهم حبة، وهون حبة وهون حبة وهون حبة، عفوا نسيت واحدة، وهون حبة وهون حبة. نشوف عندي 2 هون ضرب، هي 2 ضرب، هي 2 ضرب، هي 2 ضرب، هي 2. هدول الاثنينات بدي اضربهم في بعض، يعني من الاخر راح تصير 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، هي 2 ضرب 2، هي الأولى الثانية الثالثة ضرب 2 الرابعة
ضرب 2 الخامسة ضرب 2 راح يطلع الجواب يا جماعة 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 ضرب 2 32. إذا الرقم لو أضربه في حاله مرتين حيعطيني 1024 هو 32. وصلت؟ العدد اللي بضربه في حاله مرتين بيعطيني 1024 هو 32. ولو شكيت بحلك وحبيت تتحقق امسك ال 32 اللي طلعت معنا واضربها في حالها. ها 32 اضربها ب 32. 2 ضرب 2 4. 2 ضرب 3 6. بلش صفحة جديدة حط 0. 3 ضرب 2 6. 3 ضرب 3 9. اجمع 4 زائد 0 4. 6 زائد 6 12 2 باليد 1. 9 زائد 1 10. هي 1024. يعني تفضل شو بدك اسهل من هيك؟ والله انه سهل. يمكن السؤال شوي طويل لاني كبرت لك الرقم، بس كبرت لك اياه صراحه عشان اراجع معك كويس. سؤال كثير سهل وفكرته مهمه وحرام انها تضيع. طيب السؤال الرابع، جد قيمه ما ياتي، حط لي سؤال كتابي على درس الاولويات. مبدئيا عندي اقواس؟ ما عنديش. اولويتي هسه بتروح للاسس والجذور، صح؟ لانه احنا مثل ما حكيناها ماحيهم انا من هون، الاولويه راح تكون كالتالي. عندي اقواس، بعدين عندي اسس وجذور، احنا ما كتبناش جذور قبل شوي، اسس وجذور، بعدين عندي ضرب وقسمه، بعدين عندي جمع وطرح. طيب اذا هون عندي اسس وعندي جذور. طب ابلش يا استاذي من اليسار؟ نعم بتبلش من اليسار، بس خذها قاعده بتسهل عليك وبتسرع. اذا كان عندي اسس وجذور مباشره اخلص منها حركه واحده، يعني نتخلص من الاسس والجذور اولا. 5 اس 2 25 وننزل الباقي زي ما هو، وبس اوصل عند الجذر اوجد قيمته. يعني اللي عليك عليك، ليش تعمله بخطوه لحال؟ جذر ال 110. هلا صارت مساله صف ثالث. شوف مثلا عندي ضرب وعندي جمع وعندي طرح، الاولويه للضرب. 25 ضرب 2 والله يا استاذي 50. ونزل الباقي زي ما هو. طيب ممتاز، عندي جمع وعندي طرح، ابلش من وين؟ ببلش من اليسار. 50 زائد 4 والله 54. وهي ناقص 10. 54 ناقص 10 بتعطيني 44. اذا بيطلع الجواب 44. حلو صراحه السؤال. طيب ناخذ كمان واحده عليها، يلا. عندي هون قوس على اليسار وقوس على اليمين. بدخل جوا القوس بفرطه بحله، بوجد بدخل جوا القوس الثاني برضه بحله، بعدين بطرح الناتج. شوف جوا القوس الاول هي 10 زائد جذر التكعيب الى الالف سهله، قلت لك جذر التكعيب الى الواحد واحد، ومن بين كل ثلاث اصفار خذ واحده. ليش من بين كل ثلاث اصفار؟ لانه جذر تكعيبي. اذا بيطلع الجواب 10. هي ناقص، افتح القوس الثاني 2 اس 3 8 وهي زائد 3. حل قوس كل قوس لحال، 10 زائد 10 20 ناقص 8 زائد 3 11. 20 نقص منها 11 بيطلع الجواب كم؟ بيطلع الجواب 9. الامور بيرفكت، أمور طيبة، مية مية، سهلة، إن شاء الله سهلة. السؤال اللي بعده بحكي لي جد قيمة المقادير الجبرية الآتية إذا علمت أن X تساوي 8 Y تساوي 4 وZ تساوي سالب 5. طيب كيف بنحل هذا السؤال؟ بس امسك وعوض فقط. يعني بدل X بدي أحط قيمتها، بدل Y بدي أحط قيمتها، وبدل Z بدي أحط قيمتها. 2X يعني 2 ضرب X يعني 2 ضرب 8، هي 2 ضرب 8 ناقص جذر. بدل واي بدي احط 4 زائد بدل زد بدي احط سالب 5. طب هون اولويتي ايش؟ اول شيء للجذر صح؟ يعني حصير 2 ضرب 8 ناقص جذر الاربعه 2 صح؟ كله زائد سالب 5. عندي طرح، عندي جمع، عندي ضرب، لا اولويتي للضرب، هي 16 ناقص 2. وانتم بتعرفوا اخذنا زمان اوكي انه هذول يا جماعه لحالهم بصيروا ايش؟ موجب وسالب مع بعض لزقات في بعض بصيروا ناقص. 16 ناقص 2 واخر شيء ناقص كم؟ ناقص 5. طيب 16 نقص منها 2 يا استاذي؟ والله يا استاذي 16 ناقص 2 يعني بعد تفكير عميق يا استاذي راح تطلع 14. ممتاز، هي 14 ناقص 5 حيطلع الجواب كمان مره 9. اذا بيطلع الجواب 9. سهل. الفرع اللي بعده زد تربيع ناقص اكس زائد 3. طيب مبدئيا بنحط بدل زد قيمتها، كم قيمه زد احنا طلعت معنا؟ قيمه زد سالب 5. انتبه هون سؤال خطير، سالب 5 بدي احط لها الاس اللي هو التربيع. انتبه بس، كون عندي الاساس سالب ضروري جدا احط اقواس.
ناقص بدل اكس بدي احط 8 والباقي زي ما هو. اذا اول خطوه هي الاهم انك تكتب صح. ليش حطيت الاقواس؟ لانه عندي اساس سالب لازم تحط الاقواس، اذا ما حطيت ممكن تخسر علامات. طيب سالب 5 اس 2 معناها 5 سالب 5 ضرب سالب 5 هي بتطلع موجب 25 صح؟ اذا هي موجب 25. واذكرك بالقاعده اللي كل شوي بدي اذكرك فيها قد ما هي مهمه، اذا كان عندي الاساس سالب والاس زوجي هيطلع الجواب موجب، هيطلع الجواب موجب. اوكي ننزل الباقي زي ما هو، ناقص 8 زائد 3 25 ناقص 8 يا استاذي، والله يا استاذي بتحسبها اصابعك طبعا، 25 ناقص 8 يا استاذي 17، خلص انا برجعش فيها يا استاذ، بقول لك ماشي هي 17. اوكي تحكي لي اوكي، بقول لك زائد 3، 17 زائد 3 تعطيني 20. حلوين؟ تحكي لي يا استاذي حلوين رغم الحزن حلوين. بقول لك روح على اللي بعده. اللي بعده على درس المعادلات، درس المعادلات من الدروس السهله جدا جدا جدا. باسئله ضع دائرة، حطيت لك معادلة بتنحل من خطوة واحدة. إما إذا كان عندي جمع بعمل طرح، وإذا كان عندي طرح بعمل جمع. إذا كان عندي ضرب بعمل قسمة، وإذا كان عندي قسمة بعمل ضرب. هسا نفس الإشي بنفس الطريقة بس راح أعمل خطوتين مش خطوة واحدة، فركز منيح. 2x زائد 3 يساوي 17. هلا عندي 2 ضرب x زائد 3، هلا طالبك الجزء الأولوي للضرب. لا 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 انتبه. هذاك إذا كان عندي أرقام وغيره. اما هون انا بدي احل معادله، لما بدي احل معادله ببدا بالاضعف. مين الاضعف؟ الضرب ولا الجمع؟ احسنت، فعليا الجمع اضعف. فبدي اتخلص من الجمع بعمل ناقص 3 ناقص 3. الى اللقاء مع السلامه. شو نزلت؟ 2x تساوي 17 ناقص 3، كم 17 ناقص 3؟ بتطلع 14. خلص رجع نفس الأسئلة السابقة، 2x بتساوي 14، يعني 2 ضرب x بتساوي 14. شو يعني ضرب؟ يعني عكس الضرب قسمة يا أستاذي، اقسم على 2 اقسم على 2 صح؟ عشان تروح 2 مع 2 وتنزل كالتالي، تنزل x لحالها هي x بتساوي 14 على 2، كلنا عارفين إنها 7، 14 تقسيم 2 كم؟ 7. حلو. شوف اللي بعده. 3 واي ناقص 5 يساوي سالب 5، سؤال مرتب كمان. عندي ضرب وعندي طرح، بتخلص من الضعيف اول في حل المعادلات، فبتخلص من الطرح، هي زائد 5 هي زائد 5. إلى اللقاء، صار عندي 3 واي تساوي سالب 5 زائد 5، مش تحكي لي سالب 10. أعطيني صفر، دير بالك. ليش؟ عدد ومعكوسة صح؟ إذا ما حتعطيني صفر. اقسم أستاذي على 3. عشان نخلي واي لحالها صح؟ ليش قسمت؟ لانه عندي ضرب. ما تحكي لي ناقص 3، لا بقسم على 3. اقسم على 3. الى اللقاء. صار عندي مباشره واي بتساوي 0 على 3، 0 معك 0 دينار، بدك تقسمهم على 3 اشخاص، قديش بيطلع لي الواحد؟ 0 صح؟ اذا الجواب 0. سهل. هاي صراحه الاخيره مرتبه جدا، بس ركز معي. x على 4 معناها x تقسيم 4 ناقص 1 يساوي 7، بتخلص من الضعيف يا استاذي، مين الضعيف؟ ناقص 1، فبدي اعمل زائد 1 زائد 1 هي زائد 1. الى اللقاء. صارت x تقسيم 4 يساوي 7 زائد 1 يعني يساوي 8. هلا x تقسيم 4 شو عكس القسمه؟ الضرب، فبدي اضرب ضرب 4، راح اضرب ضرب 4، وهنا بدي اضرب ضرب 4. الى اللقاء مع السلامه. صارت اكس لحالها، اكس لحالها تساوي 4 ضرب 8 32، اذا اكس بتساوي 32. صراحه برضه سهل. سؤال هذا من اسئله التميز عفوا، سؤال 7 من اسئله التميز. ركز كثير منيح. بحكي لي في كل شكل مما ياتي جد قيمه اكس، وبرضه على درس المعادلات. تعال على الشكل اللي على اليسار، عندي مربع صح؟ حط لي عندي الزاوية تبعت المربع انه قيمتها 3x زائد 3. بدك تكون عارف انه زاوية المربع هي زاوية قائمة، زاوية قائمة يعني قياسها 90 درجة. إذا هاي قياسها 90.
طيب بيحكي لي انه هاي قياسها 90 وهي نفسها 3 اكس زائد 3، يعني 3 اكس زائد 3 بتساوي 90. فبكتب معادله بحكي له 3 اكس زائد 3 كم بتساوي؟ بتساوي الزاويه، والزاويه كم بتساوي؟ يعني بتساوي 90. يعني كل السؤال فكرته انك تعرف تكتب انت المعادله. 3 اكس زائد 3 بتساوي 90. طيب سهل انها تنحل، عندي ضرب وجمع بتخلص من الجمع، ناقص 3 ناقص 3 عكس الجمع طرح، صار عندي 3 اكس بتساوي 90 ناقص 3 والله 87 يا استاذي. بعدين بقسم على معامل اكس، يعني بقسم على العدد اللي مع اكس، يعني بقسم على 3 يا استاذي، هي على 3 على 3 بتصير عندي اكس بتساوي 87 على 3. كده استاذي سهله، لانه يعني استاذي لو حكيت لي 90 على 3 بقول لك الجواب 30، طب 87 على 3 هقول لك الجواب 29. طب لو ما بتعرف يا استاذي بكل بساطه قسمه طويله ولا فارقه، اوكي سهله. تعال فرتيك 87 على 3، 87 تقسيم 3، 8 تقسيم 3 يا استاذي 1، عفوا 2، 2 ضرب 3 6، اطرح 8 ناقص 6 2، نزل 7، 27 تقسيم 3 9، 9 ضرب 3 27، اطرح 0 0 شكرا عفوا. بس اذا بيطلع الجواب 29 زي ما كتبنا. اوكي بدي اروح على الشكل الثاني، غير اللون هيك، غير الوضع، لا تكتك الامور. ها طب الشكل الثاني برضه مهم، الشكل الثاني بيحكي لي عندي الزاوية هاي والزاوية هاي مع بعض. هلا دائما الزاوية المستقيمة، يعني هدول الزاويتين 70 زائد اكس على 5، زاوية 70 هاي زائد زاوية اكس على 5، هدول مع بعض لو اجمعهم هيعطوني 180. ليش؟ لانهم مع بعض جايين على خط مستقيم على استقامة واحدة. إذا كان عندي زاويتين جايين على استقامة واحدة بكون مجموع قياسهم 180. وصلت الفكرة؟ أعيد؟ أوكي. 70 زائد إكس على 5 بيساوي 180، ليش؟ لأنهم جايين على خط مستقيم. طيب، برضو سهل. شوف، أول شيء عندي 70 زائد إكس على 5، هون عندي قسمة، بقدرش أتخلص من القسمة أول، لازم أتخلص من الضعيف. بتخلص من موجب 70، كيف؟ بعملها ناقص 70. ناقص 70. إلى اللقاء مع السلامة، صار إكس على 5 تساوي 180 ناقص 70 110. اوكي استاذي، بعدين بدي اتخلص من الخمسه اللي في المقام، صح؟ مبينه خمسه؟ مبينه. بدي اتخلص منها، اضرب ضرب، عفوا اضرب فوق ضرب خمسه، هي هون بدي اضرب ضرب خمسه، وهون ضرب خمسه. خمسه مع الخمسه مع السلامه، تنزل الاكس تساوي 110 ضرب خمسه. اذا بتعرفهاش نزل الصفر. 11 ضرب 5 55. اذا بيطلع الجواب 55 جنب الصفر، يعني بيطلع الجواب 550. اذا هون اكس تساوي 550 والثانيه اكس بتساوي، اكس بتساوي كم طلعت معنا؟ 29. اذا اكس بتساوي 29. صراحه سؤال حلو والله. السؤال الأخير معنا لهذه الليلة يقول، طبعا هو سؤال عن المتتاليات، يقول في كل متتالية مما يأتي جد القاعدة التي تربط كل حد بالذي يليه، القاعدة ضرورية عليها علامات، ثم جد الحد السادس. طيب تعلمنا أنه حتى أوجد القاعدة بحتاج بالحد الأدنى يكون معطيني ثلاث حدود، شأن ثلاث حدود يعني رقم رقمين ثلاث، رقم رقمين ثلاث، رقم رقمين ثلاث، رقم رقمين ثلاث، لازم يكون معطيني ثلاث على الأقل، لو أعطاني اثنين ما بكفي. طيب القاعدة هي الاستنتاج اللي أنا قاعد بعمله. لو نفكر أنا وياك مع بعض، أقول لك عندي 30 قرش، 0.3 من 10، خليني أقرأها 30 قرش، 0.6 من 10 60 قرش، 0.9 من 10 90 قرش، 30 قرش صاروا 60 قرش، صاروا 90 قرش، قديش قاعد بزيد؟ قاعد بزيد 30 قرش. إذا القاعدة هي إضافة، مش تحكي لي 30 قرش، بيني وبينك 30 قرش عشان تعرف تحسبها، تكتب لي 0.3 من 10، هاي هي القاعدة. وصلت؟ إذا هاي القاعدة عليها علامات، القاعدة هي إضافة 0.3 من 10. طب خلينا نكمل أنا وياك، بده نوجد الحد السادس، على عيني وراسي، هي الأول، هي الثاني، هي الثالث، نكمل. 90 قرش زيد لها 30 بصير إيش؟ دينار و20، يعني 1.2، صح؟
1.2 زيد لها 20 قرش، زيد لها كمان 30 قرش بصير 1.5 يعني 1.5. زيد لها 30 قرش شو بده يصير؟ 1.8 صح؟ هي الحد الاول، الحد الثاني، الحد الثالث، الرابع، الخامس، السادس، بده الحد السادس. هذا هو الحد السادس. الحد السادس اوجدناه والقاعده اوجدناها. طيب شوف اللي بعده. ضروري يا استاذي دائما جمع؟ لا، ممكن يكون ضرب. شوف مثلا هون عندي 1/2 صارت 1/4 صارت 1/8. الواحد ثابته ما لعبناش فيها. ايش اللي قاعد بتغير المقام؟ صار 2 كان 2 صار 4 صار 8. يعني كاني بضرب المقام. ضرب كم؟ ضرب 2. شوف 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8. طب والبسط كاني بضربه بكم؟ بضربه بواحد صح. فكانه بدي القاعده هي الضرب واحد في البسط واثنين في المقام. كاني بضرب ضرب نص. اعيد اعيد. المقام ضل واحد فكاني ضربت بواحد ما تاثرش. البسط كاني ضربت باثنين صار 4، كاني ضربت باثنين صار 8. اذا القاعده هي الضرب بواحد على 2. خلاص كتبت القاعده. طيب بقدر هسه اكمل. تعال نكمل مع بعض. هل الحد الاول، الثاني، الثالث، الحد الرابع بدي اكتبه. هاي لو اضربها بواحد على 2 اللي فوق 1 واللي تحت 16، اضربها بواحد على 2 اللي فوق 1 واللي تحت 32، قاعد بضاعفها. اضربها بواحد على 2 اللي فوق 1 واللي تحت بتعطيني 64. طيب هاي الحد السادس، اول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. الحد السادس. ترى جبت لك اسئله منوعه جدا على درس المتتاليات، لانه الطالب فكر انه يا بنجمع يا بنطرح. لا عادي، ممكن نضرب، ممكن نضرب بكسر. هينا ضربنا بكسر، ضرب نص. شوف مثلا هاي ما احلاها، هاي بتجنن والله انها رائعه. تبع كثير معي. بحكي لي سالب 5 صارت سالب 2 صارت 1. طيب سالب 5 صارت سالب 2 يعني احنا زدناها صح؟ لانه سالب 2 اكبر من سالب 5. بعدين صارت 1 يعني احنا قاعدين بنزيد، فاحنا قاعدين بنزيد. لكن كم بنزيد؟ الفرق بين الخمسة والاثنين 3. الفرق بين سالب 2 والواحد برضه 3. فاني كاني قاعد بجمع 3. سالب 5 زائد 3 سالب 2، سالب 2 زائد 3 موجب 1. فبحكي القاعدة هي إضافة 3. طبعا اذا انت عرفت القاعده خلص لا خوف عليك، حتعرف كل شيء بعدها. طيب خلينا نكمل. بدنا نزيد ثلاثات. 1 يزيد لها 3 حتصير 4، يزيد لها 3 حتصير 7، يزيد لها 3 حتصير 10. يعني تفضل، هي الحد السادس. الحد السادس. امورنا طيبه ان شاء الله، امورنا طيب. طيب اللي بعديها يا جماعه، اللي بعديها هي اخر وحده صراحه، اكثر وحده مرتبه وعليها العين صراحة فخمة جدا. انتبه. سالب 4 صارت 8، ال 8 صارت سالب 16. بتقول لي استاذ هسه احنا اكيد ضربنا باثنين. بقول لك ليش؟ بتقول لي لانه ال 4 صارت 8 وال 8 صارت 16. بقول لك انت كثير قربت من الجواب الصح. طيب حليت انت مشكلة انه تضاعفت يعني بضرب باثنين، بس في مشكلة ما حليتها. كل شو هي يا استاذي؟ بقول لك اطلع، كان عندي سالب صار موجب، كان عندي موجب صار سالب. طب ايش الشيء اللي بغير الإشارة؟ ايش اللي بغير باشاره اني اضرب الضرب عدد سالب؟ فبديش اضرب ضرب 2، بدي اضرب ضرب سالب 2. ركز. سالب 4 ضرب سالب 2 موجب 8، موجب 8 ضرب سالب 2 سالب 16. اذا القاعده هي الضرب ب سالب 2. اوكي خليني اكمل على هذا الاساس. الحدود اللي بعديها سالب 16 اضربها ضرب 2 تعطيني سالب 32. طب ضرب سالب 2 يعني تعطيني موجب 32. موجب 32 اضربها ضرب سالب 2 حتعطيني سالب 64. اضربها ضرب سالب 2 حتعطيني موجب اوكي 60 628. جمعت 60 و60 120 و4 8 128. إذا وين الحد السادس؟ هو أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. الحد السادس. إذا بيطلب مني إيجاد القاعدة
لازم اكتبها، لازم تكتبها لانه عليها علامات. بعدين بوجد منك تطلب، توجد يا لحد السادس يا لحد الخامس يا لحد الرابع، انت بتكمل بس توصل عنده علم عليه احكي له هي لحد السادس، لو طلب الخامس بتقول له هي لحد الخامس، وهكذا. هاي ديك تكتب عليها بس، مهمه صراحه لانه فيها فكره قويه. اوكي، وبس كذا يا مؤمن. ما ضلش عندنا شيء، ما ضلش عندنا شيء، اتوقع انه هيك خلصنا كل شيء. يس خلصنا كل شيء، امورنا طيبه ان شاء الله. خلاص اوكي اوكي، يعطيكم الف الف عافيه، بتمنى لكم التوفيق، بتمنى لكم الفل بامتحاناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.